تتقدم سورة البقرة وآل عمران القرآن وأهله يوم القيامة. ومثل نبيكم وحبيبكم صلى الله عليه وسلم قدومهما كأنهما غيمتان أو كأنهما سحابتان سوداوان لكثافتهما وارتكاب بعضهما على بعض، بينهما شرق أي ضوء، أو كأنهما حزقان أي قطيعان أو جماعتان تحاجان وتدافعان الجحيم والزبانية، أو تجادلان عن أهلهما بالشفاعة. أطول سور القرآن، فمن عرف هذه الأحكام التي في سورة البقرة فإنه يمر به كثير مما يذكر بالتفسير بعدها. قال عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه: استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا صغير، وأنا أصغر الستة الذين وفدوا عليه من ثقيل، وذلك أني كنت قرأت سورة البقرة. فلنتعلم يا عباد الله سورة البقرة، علموها أولادكم، ولنكن من أهل سورة البقرة. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اعلموا أن الله تعالى قد أمرنا بالصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل للصلاة عليه في هذا اليوم والإكثار منها مزية على غيره من الأيام. فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام.
cycle. Antay na cycle ka trip. Ina. Aywa. Ina, ujo cycle. Tamam.